بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کی بندش کا توڑ یا اللہ جل جلالہ یا رب العالمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا
أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني يا الله جل جلاله يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا ولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني واكفني ما أهمني